السلام عليكم، عصابة الربح، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة موقع جديد للاستثمار. الموقع ده اول ما بتسجل فيه بيديك بونص، لو انت مش حابب تستثمر في الموقع ممكن تستغل البونص ده. الموقع ده الخطة بتاعته بيديك 50% يوميا على الايداع بتاعك. نروح كده نشوف الموقع مع بعض. الموقع هو مثلا لو انت وضعت 10 دولار يوميا بيجيلك 5 دولار لمدة 3 ايام. التسجيل فيه سهل جدا، بنكتب هنا عنوان محفظة الباير بتاعتنا وبندوس على تسجيل، دخلنا على الداشبورد. انا اوضعت في الموقع 2 دولار ومعايا دلوقتي 31 سنت. هنعمل بيهم اثبات سحب في الفيديو ونشوف الموقع صادق ولا لا. عشان تعمل ايداع في الموقع دوان، بس انا بنصح هنا اللي عايز يودع في الموقع دوان يودع ما يودعش اكتر من 2 دولار، والايداع هنا تستغله مرة واحدة بس، ما تودعش اكتر من مرة في الموقع ده. هتدوس على ميك ديبوزيت من هنا، هحولك على بنك الباير، هتكمل ايداع، هتختار الدولار وهتكمل ايداعك عادي جدا. انت بتكتب في المربع اللي تحت عايز تستثمر كام. دلوقتي هنعمل اثبات سحب، هندوس على كلمة ويزدرو من هنا. هنا بيقولك ان احنا معانا 31 سنت، والحد الادنى للسحب فيه عموما بيبقى 10 سنت. يعني انت لو اوضعت فيه 20 سنت تقدر تسحب كل يوم 10 سنت من الموقع. هندوس كده بي اوت. الموقع كده بيقول لنا انه دفع لنا، تمام. هنروح بقى على محفظة الباير ونشوف السحب وصل ولا لا. ادي السحب يا جدعان، وصل 31 سنت، وصلك السحب بالظبط. وادي اسم الموقع هو، وادي رقم العملية. كده يكون الموقع صادق، وزي ما قلتلكوا اللي عايز يستثمر في الموقع دون ما يخاطرش باكتر من 2 دولار وممكن 1 دولار كمان، والايداع يكون مرة واحدة بس ما يطولش عن كده. وبكده يكون خلصنا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.